السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنختبر الألماس، سنختبره مقابل حجر الكوارتز. أول اختبار، سنضع نقطة على ورقة بيضاء وسنمرر عليها حجر الألماس كما تلاحظون. الحجر لا يبين نقطة، سنختبر هذا الحجر أيضا وهو حجر الكوارتز. بالفعل النقطة واضحة بالنسبة لحجر الكوارتز. الاختبار الثاني وهو اختبار الحرارة، سنسخن هذا الحجر لمدة 30 ثانية وسنسخن الحجر الثاني. وسنضعهم في كوب من الماء، الألماس لم يتأثر بالحرارة. كما أن الكوارتز تأثر بالحرارة وانقسم إلى جزيئات صغيرة. كما أن الكوارتز لا يعكس الضوء، الآن سنجري اختبار الثالث وهو اختبار خدش الزجاج.
نعم بالفعل الألماس يخدش الزجاج، عفوا أساطير. الآن سنقوم بخدش بحجر الكورتز. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. لمزيد من الفيديوهات المرجو الاشتراك في القناة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.